السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن أغلى 9 أشياء موجودين في العالم، وهنبدأ برقم 1 واللي تمنه وصل ل2 بليون دولار. أول بيت في العالم يتكلف بالمبلغ ده. يوجد هذا المنزل في بومباي بالهند، وهو يتكون من 27 طابق، 27 دور، وفي جراج كبير جدا. اسم المنزل أنتيلا مومباي، تمام. أصحاب المنزل ده عائلة أمباني موكش أمباني أو موكش أمباني، هو رئيس ريليانس أندرستريز في مومباي، تمام. تم بناء هذا المنزل، وكان 9 أغنى رجل في العالم. هو عنده 3 أطفال، وكان تصميم المنزل المدهش ده مليء بكل ما تتصوره من الأعراف والتقاليد الخاصة الهندية والترفيه عن الضيوف. في 3 مهابط طيارات للهليكوبتر على سطح البيت طبعا، وتعتبر واحدة من أطول المباني في الهند. وعلى الرغم من كل ده مدهش وفاخر وفيه كل شيء، فالأسرة الخاصة بيه ما عاشتش فيه، لأنهم يخشون من أن المنزل يجلب لهم سوء الطالع أو سوء الحظ، يعني مش متناسب مع تقاليد المبنى نفسه، مش متناسب مع تقاليد معينة عندهم. هننتقل لنمرة 2. اللوحة اللي قدامنا دي تمنها 47 مليون، ويعني 50 مليون، 50 مليون بس. اللوحة من عمل فنان رافائيل، تمام، هيد اوف موس، اسمها كده هيد اوف موس، تمام. قدرت تمنها ب20 مليون دولار، بيعت مرتين. تمن المرتين كان مجموعهم حوالي 50 مليون دولار، وهي ملك الدار اسمها كريستيز في لندن حاليا، تمام. يبقى ده أغلى ثاني شيء. نيجي على أغلى ثالث شيء، العربية الفراري 250 جي تي. فراري 250 جي تي سيارة رياضية أنتجتها شركة فراري الإيطالية. ظهرت السيارة للمرة الأولى عام 1962، وتوقفت عن إصدارها عام 64. تمن العربية 35 مليون دولار، يا بلاش. نروح على الرابع أغلى حاجة، ده أدق شوية في الصورة. هتلاحظ إن فيه هنا جوه عبارة عن ساعة دقيقة شوية مرصعة بالألماس والألماظ، جميل أوي. الساعة دي من منتجات شوبرد، ساعة مرصعة بالألماظ والماس من منتجات شوبرد، وصل سعرها ل25 مليون دولار زي ما احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. نروح على الخامس، خاتم ماس، خاتم شوبرد ذو الماسة الزرقاء، معروف باسم خاتم شوبرد ذو الماسة الزرقاء. وصل تمنه ل16.26 مليون دولار، تمام. رقم 5، هنخش على رقم 6. رقم 6 ده من يعتبر من أغلى الدومينز اللي تم شرائها حتى لحظتنا الحالية. كان في دومين آخر كان وصل 16، لكن ده تعدى، كان في 2007، لكن الدومين ده تم شراؤه في 2010. زي ما احنا شايفين اسم الدومين قدامنا هنا اهو، انسرانس، خاص بالتأمين. أغلى دومين تم شراؤه إلى حدود هذه اللحظة، وتمنه زي ما احنا شايفين 35.6 مليون دولار تمن الدومين. كده أغلى دومين في العالم، وهو في المرتبة 6 معانا في أغلى الأشياء الموجودة في العالم. هنروح على رقم 7 في القائمة، في القائمة 9 عندنا آيفون 5 بلاك دايموند إديشن، هاتف آيفون 5 الماسة السوداء، اسمه ايفون 5 الماسة السوداء. وده تم شراؤه من رجل اعمال صيني، عاوزين نعرف بقى شوية معلومات عنه، تمام. الشركة اللي صنعته اسمها ستيوارت هيوز،
تم صناعة الهاتف يدوي. استبدل الزرار الأساسي بقطعة سوداء من الماس الصافي بعيار 26 قيراط، وده يعتبر من واحد من أعلى وواحد من مئات الأحجار الكريمة التي تغطي سطحه. تمام، يعني سطحه مليء بالأحجار الكريمة زي قطعة الماس السوداء الصافي بعيار 26 قيراط. وتم تطعيم الهيكل الخارجي بأكثر من 600 قطعة من الماس الأبيض الصافي، حوالي 53 منها استخدمت لإعادة تصميم شعار أبل في الخلف زي ما احنا شايفين في الصورة. تمام، وده قام برجل أعمال صيني بشراء هذا الهاتف بمبلغ وصل ل16 مليون دولار تقريبا. ده كان رقم 7 في أغلى الحاجات الموجودة في العالم. نروح على رقم 8، دي صورة أخدها مصور. تصور معايا الصورة اللي قدامنا دي اتباعت بكام. الصورة دي للمصور الألماني أندرياس جوريسكي بي. تمام، زي ما احنا شايفين اسمها ريحين 2، 1955 ريحين 2. تمام، ده اسم الصورة اللي أخدها مصور ألماني زي ما قلنا، وتم بيعها في أحد مزادات نيويورك في حدود 4.3 مليون دولار أمريكي. تمام، دي كانت نمرة 8 معانا. هنروح لنمرة 9، في القائمة 9 معانا، يعني آخر حاجة في أغلى الأشياء معانا في القائمة، وهو البيانو الكريستال، أو كما هو معروف باسمه بيانو هاينتزمان كريستال. تمام، البيانو ذي ال9 أقدام والمصنوع في مدينة بكين الصينية مؤخرا، تم بيعه في مزاد لأحد هواة جمع التحف بسعر 3.2 مليون دولار. 3.2 مليون دولار، ده كان آخر حاجة معانا في أغلى الأشياء في العالم والأغرب في سعرها.